of freedom. This man, his name is Spinoza, who was born, and he is, by the way, a Jewish philosopher who was born in 1632. He said, and I read from Arabic and translate to English, إِنَّ غَايَةَ الدَّوْلَةِ لَيْسَتِ الْإِرْهَابُ وَالْإِذْلَالِ. The aim of any government is not to terrorize and humiliate. بَلْ بَسْطُ الْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ. Indeed, it is, their duty is to spread justice and freedom between the people. وَالْحُرِّيَّةُ خَيْرٌ دَائِمًا. And freedom is good always. حَتَّى فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تَجْلِبُ الضَّرَرِ. Even in the times that maybe can bring harm. أو تسبب اضطرابا. أو it causes some unsettlement. And he said, إِنَّ الْقَوَانِينَ الَّتِي تَحْكُمُ الْأَفْوَاهِ أَوْ تُحَكِّمُ الْأَفْوَاهِ. As for the laws that seals and shut the mouth, وَتَحَطِّمُ الْأَقْلَامِ and breaks the pen, تَهْدِمُ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا, will destroy itself by itself. وَأَنَّ الظُّلْمَ وَإِنْ طَالَ مَآلَهُ الزَّوَالِ. مَآلَهُ الزَّوَالِ. And oppression, it doesn't matter how long it goes, one day it will be destroyed and finished. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفير السميع الحميد العليم. جزاكم الله خير لحسن استماعكم. May Allah reward you for your attention and may Allah reward everyone who attended. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواججهم نفير إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير إلهي يا عزيز فوق قوم معاني إلهي ضيق الدنيا عليهم وعذبهم بها أنت القدير إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير وصبرا يا أسير فأنت حر إلى الأخرى بلا قيد تسير ستنسى ليل مأساة طويل ستزأر يا أبي وقد تثور تذكر هذه الدنيا دروب وفيها السهل منها والعسير منى الأبطال أن يحيوا كراما وإن ماتوا فجنات وحور منى الأبطال أن يحيوا كراما وإن ماتوا فجنات
جنات وحور.